سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. من بداية الثورة السورية بآذار 2011 كان الطرح الشائع هو التساؤل عن البديل. شو البديل لغياب مؤسسات الدولة؟ شو البديل للعنف؟ شو البديل للنظام؟ مين البديل للرئيس؟ شو البديل للعسكرة؟ ومن هون اجت فكرة مؤسسة بدائل اللي بتآمن بوجود البدائل بشكل دائم، وكل شيء بيطلبه الموضوع هو ابتكار وسائل متجددة بالمحاولة للتعامل مع المشاكل والقضايا اللي منواجهها من خلال تشجيع التفكير النقدي المعتمد على تحليل المعلومات والتعامل معها بدل التعاطي معها على أنها مسلمات أو بديهيات. فمين هي مؤسسة بدائل؟ بدائل هي مؤسسة غير حكومية بتشتغل على تمكين التجمعات والمنظمات المدنية بسوريا، اللي يتركز نشاطها على الترويج للعنف والتحضر لعملية بناء السلام بمرحلة ما بعد النزاع، انطلاقا من رؤيتها للمساهمة ببناء سوريا ديمقراطية تعددية بيمتلك فيها كل المواطنين والمواطنات من مختلف المكونات فرص متساوية ليعيدوا بناء حياتهم وبناء مناخ داعم للسلام. الآلية هي دعم تجمعات ومنظمات المجتمع المدني ليقدروا ممثلين يتعاملوا مع النزاعات بشكل لا عنفي بناء. تتركز أهداف مؤسسة بدائل على زيادة قدرة مجموعات المجتمع المدني من مختلف المناطق السورية على المشاركة بصناعة وبناء السلام وتحسين القاعدة المعرفية لتقييم وتحليل النزاع، وزيادة وعي الفاعلين وصانعين القرار الدوليين تجاه الحقائق على الأرض بسوريا من حاجات واستراتيجيات وقدرات وديناميكيات النزاع إلى آخره، ليصير تخطيط أفضل للبرامج اللي بيقدموها والتدخلات الصحيحة. بتشتغل مؤسسة بدائل على ثلاث برامج رئيسية. البرنامج الأول هو برنامج بناء قدرات المجتمع المدني، وبينقسم لثلاث مشاريع أساسية. المشروع الأول التدريب على مواضيع معينة مثل المقاومة اللاعنفية، حل وتحويل النزاع، العدالة الانتقالية كأداة لتحقيق السلام المستدام، مكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، العنف القائم على أساس الجنس والنوع الاجتماعي بالنزاعات وغيرها. المشروع الثاني هو الاستشارة، وبيعتمد على تقديم الاستشارات المستمرة للتجمعات المدنية بسوريا بالقضايا المتعلقة بصناعة وبناء السلام. المشروع الثالث هو دعم مشاريع ومبادرات السلام المحلية، هذا ضمن البرنامج الأول. أما البرنامج الثاني فهو عبارة عن برنامج للدراسات والأبحاث بالسلام والنزاع. أما البرنامج الثالث فهو برنامج المناصرة اللي بيشتغلوا من خلاله على زيادة وعي الفاعلين وصانعين القرار المحليين والدوليين بالحاجات والاستراتيجيات وديناميكيات النزاع للوصول لبدائل وحلول بتتوافق مع الواقع وبيتعامل مع جذور النزاعات بسوريا. هاي البرامج بتتقدم من خلال مدربين بدائل، وهن النشطاء بالمجتمع المدني من مناطق مختلفة من سوريا مؤهلين لهذا الدور، وبيخضعوا للتدريب والتأهيل بشكل دوري من خلال ورشات لتدريب المدربين. تحت شعار نحو سلام مستدام في سوريا، عم تحاول مؤسسة بدائل إن تلاقي البدائل عن العنف والاستسلام، وتدعم السوريين وتناصرهم ليبقوا السوريين سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.